بمناسبة التليفونات بتاعت الصبح دايما اللي بتيجي تعطر دم المهندس، احب بس اقول لكم وانتم بتتفقوا على اي مقاوله او اي حاجه، دايما يتعود كده لما يجي لك حد ويقعد يفخم في نفسه جامد قوي وهو مش اسم كبير في السوق، ويقعد يقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل، تعرف على طول في الغالب هيطلع سجق وكفته ومش هيعرف يعمل اي حاجه اصلا، هيطلع بقى حمضان يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده، فرد عضلات، وانا هعمل وانا خالي فلان وانا عم وزير وانا خالي مسؤول على الحديد والصلب في مصر وبتاع، وفي الاخر يطلع اصلا مش عارف يجيب خرطوم، مش عارف يجيب اي حاجه، مش عارف يجيب مسامير، بيبقى دايما في الغالب بيبقى ملوش لازمه يعني كحول يعني، الا بقى لو جالك ايه مقاول اسم كبير ساعتها تقول ده بقى اسم عملاق في السوق وبتاع، ده ممكن يعمل وبتاع يقول اللي هو عايزه، لكن لما تلاقي دايما واحد بيقعد يتكلم كتير وهو حجمه صغير في الغالب 95% هيطلع بعد الشغل وبعد ما تعمل العقد هيطلع مقلب وهيعكر دمك كل يوم الصبح. صباحكم بيخير.